وللخوض في تفاصيل مواجهتي ريال مدريد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني والفوز الأول لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، معنا من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل الرياضي معتصم يونس. معتصم، صباح النور. إذا فوز ثالث تواليا لريال مدريد بفضل النجم الجديد للفريق جود بيلينغهام، في رأيك معتصم ما هي أبرز عوامل هذا التألق اللافت من اللاعب الإنجليزي الشاب؟ هل هي المنظومة التكتيكية لكارلو أنشيلوتي التي حررت اللاعب هجوميا، أم هي لأسباب أخرى ربما تتعلق بجودة اللاعب في حد ذاتها؟ بكل تأكيد هي لأسباب الأخرى، لا يسمح لي صب غير تحياتي لك ولكل زملائي الكرام في قناة الجزاء الدولية ولكل متابعيكم الأفاضل. ريال مدريد ينتعش في انطلاقته لهذا الموسم بقدوم الإنجليزي جود بيلينغهام، والذي بالتصور الشخصي يفرض إيقاعه الشخصي، يفرض النضج التكتيكي الذي وصل إليه، يفرض روحه القيادية الشخصية الكبيرة التي ربما تم صقلها في بروسيا دورتموند، الآن برفقة ريال مدريد يقدم أفضل إضافة. صعب للغاية أن نتحدث بأن المنظومة التكتيكية التي وضعها كارلو أنشيلوتي هي من تساعد بيلينغهام لتقديم أفضل ما لديه. أنا بتصور الشخصي لربما لأن اللاعب يرى نفسه في ريال مدريد هو يبحث عن تقديم أفضل ما لديه، يمتلك ثقة وشخصية كبيرة في نفسه، والأهم لربما لأنه يلعب خارج الصندوق بتواجد فينيسيوس ورودريغوز داخل الصندوق، بالتالي عندما تلعب في المركز رقم 8 أي صانع ألعاب للفريق بالصورة العامية، بتصور الشخصي يمتلك أكثر من حل ويمتلك أكثر من قرار، ولربما يمتلك فكرة أوضح ورؤية أشمل للملعب، بالتالي اللاعب يفرض إيقاعه كما ذكرت في سالف حديثك، يسجل رابع أهداف في ثالث لقاء برفقة ريال مدريد، بالتالي الريال حرفيا ينتعش الآن بتألق جود بيلينغهام. اللاعب يعلم جيدا بأن المنظومة اهتزت ما بعد الصائفة التي انتهت والتي خرج منها عديد الأسماء من ريال مدريد، وهناك الكثير من الإصابات التي تعاني الفريق قبل انطلاقة الموسم، بالتالي اللاعب يجد نفسه في وضعية مريحة ليتألق، ليبرز، ليقدم أفضل ما لديه ويضع ويصنع لاسمه تاريخ كبير مع ريال مدريد منذ البداية وبشكل مباشر. طيب معتصم، في انجلترا تشيلسي بنسخته الجديدة بقيادة المدرب بوتشيتينيو يحقق فوزه الأول بعد بداية متعثرة بتعادل أمام ليفربول وخسارة أمام ويستهام، كيف وجدت الأداء العام للبلوز في هذه المواجهة؟ مميز للغاية كما بدأ الموسم بالرغم من التعادل أمام ليفربول 1-1 ومن ثم السقوط أمام وستهام 3-1 والآن ينتصر 3-0 أمام لوتن تاون. أنا بتصور الشخصي بأن بوتشيتينو ليس بالمدرب البعيد عن أجواء البريمير ليج بحكم التجربة السابقة برفقة سبيرز توتنهام، ولكن عندما تبدأ مهمة تدريبية برفقة فريق لديه 18 تعاقد جديد، لديه تقريبا أكثر من 15 اسم خرجوا من الفريق، بالتالي أنت بحاجة للوقت حتى تخلق انسجام ما بين المجموعة، تخلق توليفة أكثر تفاهم، تخلق أسلوب تكتيكي يتشبع منه اللاعبين، بالتالي كانت البداية صعبة أمام ليفربول، ولكن بمرور الوقت ببعض المباريات السهلة نوعا ما لنتحدث الفريق سيجد نفسه، سيصبح لديه أكثر قوة ومرونة، أكثر صلابة، الفريق مميز للغاية، كان رائع حتى في لقاء وستهام الذي خسر بشكل مفاجئ، ولكن في مواجهة لوتن تاون الفريق كان بحاجة لمواجهة سهلة نوعا ما من أجل أن يحقق أول انتصار معنوي حتى يدخل بشكل أسرع في أجواء البطولة. لم يتبقى سوى بين تشيلويل من رموز الفترات السابقة كلها حتى في الفريق، بالتالي المنظومة ككل بحاجة لوقت والمدرب بحاجة لوقت، أسماء جديدة، فترة صعبة، بداية تحضيرية تحتاج لربما وضع اللمسات، وضع الرتوش، يتشبع اللاعبين من أفكار المدرب الأرجنتيني، ومن ثم سنشاهد تشيلسي والله أعلم سيكون رقم صعب هذا العام في طريق بريمير ليج أكيد، خاصة مع عودة المصابين نكونكو وكذلك ريس جيمس. إذا معتصم يونس الكاتب والمحلل الرياضي كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.